المزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذة صباح موسى، الصحفية المتخصصة في الشأن الإفريقي. برحب بحضرتك أستاذة صباح، ويعني دعيني أسألك، هل نجح مؤتمر باريس في إيجاد حل للنزاع في السودان؟ في البداية أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. بالتأكيد مؤتمر باريس هو معني باستجلاب المعونات الإنسانية للسودان بعد عام من الحرب، من التشريد والخراب والقتال. دائما المجتمع الدولي يأتي متأخرا في عمليات إغاثة المتضررين من الحروب، والسودان وضعه بات متأزما جدا بعد عام من الحرب، تشييد الكثيرين ونزوح داخلي ولجوء بالملايين من أفراد الشعب السوداني. هذا المؤتمر عودتنا الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا أنها دائما ناجحة في استجلاب المعونات، لكن المؤتمر لديه تحدي كبير هو كيفية إيصال هذه المساعدات للشعب السوداني في ظل وجود الحرب. قبل ذلك كانت هناك مؤتمرات كبيرة سواء في جنيف أيضا في ألمانيا، ومؤتمر قبل ذلك لدعم الانتقال في السودان، وفرضت له ملايين الدولارات ولكنها لم تصل في وقت سلام في السودان. الآن المعضلة في الحرب، كيف تتم هذه التبرعات التي أعلن عنها؟ الآن وصلنا إلى أكثر من 150 مليون دولار، ولكن هل سيستطيع مؤتمر باريس والمجتمع والجهات التي تجتمع فيه إلى وصول هذه المساعدات إلى الشعب السوداني المتضرر؟ هذا هو السؤال. المؤتمر نفسه حوله إشكالية برفض الحكومة السودانية الشرعية له، وبالتالي الفكرة الآن والمعضلة والتحدي هو الذي سيكون يعني برهان على أن الدول الخارجية فعلا لابد أولا إيقاف الحرب في السودان والرجوع إلى مخرجات منبر جدة الأساسي. بعدها ستصل الإغاثات، لكن مع وجود الحرب واحتدامها الدعم السريع ينهب أي معونات تصل إلى السودان إلى قواته، وبالتالي لا يمكن أبدا إيصال مثل هذه المساعدات. هو تعودنا كثيرا من المجتمع الدولي أن يأتي متأخرا وألا تكون إغاثات توصل إلى السودان، لكن دعنا ننتظر نتفائل بعض الشيء لعل وعسى هذه المرة أن نغيث الشعب السوداني الذي تضرر وتشرد الملايين من أبنائه. طب من وجهة نظر حضرتك أستاذ صباح، يعني كيف يستفيد المواطن السوداني من التبرعات والمنح التي يتم ضخها إلى السودان من خلال هذا أو من خلال دول مانحة؟ فكيف يمكن للمواطن أن يستفيد في ظل هذه السرقات التي تحدثت عنها؟ لابد أولا من تأمين مسارات لوصول هذه الإغاثات داخل السودان نفسه. صحيح السودان وافق على مسارات متعددة سواء من بورسودان والبحر الأحمر واستغاثة السودان عبر الفاشر وهكذا، وافق والدعم السريع وافق أيضا، لكن حتى اللحظة لم يتم اختبار وصول هذه المساعدات. في تقديري من الأولى الدول التي يعني جاء إليها أعداد كبيرة من السودانيين مثل مصر مثلا، وهي الدولة الأكثر في استقبال أعداد كبيرة جدا من السودانيين، من الممكن أن يكون هناك إغاثات عبر مصر للمواطنين السودانيين الذين تم تشريدهم ولجوئهم إلى الدولة المصرية. وحتى في هذا التوقيت صحيح المتضرر أكثر في السودان الشعب السوداني الموجود داخل الأراضي السودانية هو الأكثر تضررا الآن، ولكن المعضلة هو وصول هذه المساعدات. في تقديري لابد أن يؤكد المؤتمر أولا على ضرورة خروج الدعم السريع من منازل الناس أولا، وهذه تعتبر إغاثة بمعنى أن الناس يعودون إلى منازلهم بسلام، وبعد من ثم يعني تأمين المسارات لوصول هذه المساعدات. لكني أبدا لا أتفائل بمخرجات أي مؤتمرات دولية، لأنه في وقت السلم كما ذكرت لك كانت هناك ملايين الدولارات ولم تعطى للسودان، وحتى اللحظة فرنسا تحاول أن تقول أنها من الممكن أن تفعل ذلك ونتمنى أن تفعل ذلك، ولكن مع تجربتنا مع السودان لابد أولا الوقوف وهدنة طويلة الأمد بمعنى وقت إطلاق النار والرجوع لمخرجات جدة الأخيرة في مايو الماضي. وبالتالي هذه هي نقطة في البداية الصحيحة، نتحدث من النهايات، نتحدث من استجلاب المعونات، ولكن لا نتحدث على كيفية وصولها وتأمينها إلى المواطن السوداني المتضرر في الحرب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة صباح موسى، الصحفية المتخصصة في الشأن الإفريقي.